السلام عليكم. حنايا اليوم هنايا باش نديروا واحد الايام تحسيسيه، واحد دوره تكوينيه لفائده الفلاحين الصغار خصوصا، باش يعرفوا كي يديروا، شنو هي التربيه الماليه، وشنو هي الوسائل باش يزيدوا في المنتوج ديالهم الفلاحي. يعني وقع شي تفاعل الاستاذ مع اليوم؟ كاين تفاعل مزيان، الناس سولونا، الناس ما كانوش عارفين وشنو هو البنك، شنو البنك شنو فيه، شنو هما وسائل الادخار، شنو هما وسائل السلف، كي كيدار هذا السلف، لمن كيدار. وكانت الحمد لله تفاعل ايجابي مع الناس هنايا، والناس ديال هذه الجهه هنايا خاصهم واحد الالتفاته باش يقويوا المنتوجات ديالهم.